لجأ المحامي عبد الرحمن بن عمرو إلى تمثيل مسرحية أمام البرلمان، حيث تظاهر بالسقوط عندما كانت قوات الأمن تحاول تفريق تجمهر أمام البرلمان، وذلك بعد إصدار السلطات لقرار منع أي تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية. هذا السلوك لا يليق برجل قانون امتهن مهنة المحاماة على مدى أكثر من نصف قرن، فضلا عن استغلاله لشيخوخته للتأثير على الرأي العام واستدرار عطف الناس.